يا شوف الشفا، أنا عندي أكثر من 20 حيوان أليف، والآن أنا راح أفرج هذول الحيوانات لأصدقائي. شوف أي حلزون ذابي، أي حلزون، أي قطة، أي باندا، أي كلب، أي كلب، أي كلب، أي كلب، أي كلب، أي كلب. أنا عندي حيوانات أليفة كثير كثير أسطورية، ويلا خليني حاليا انا بدي اروح افرجيه ليلي وكركور. وينهم منهم منهم؟ هيا موجودين هون. تفضلي يا ليلي، هاي الايس كريم. شكرا، مرحبا. وال هاي زي ما انتو جالسين بتتابعوا، انا عندي حيوانات كتير كتير كتير. يا حبيبي، شو كمية الحيوانات الاليف اللي ما عندك يا زعرور؟ لسه عندي كمان وكمان وكمان. هي خبرنا بسرعة، من وين انت بتجيبهم؟ اوه ليلي، بدك تعرفي من وين انا بجيب هذه الحيوانات الاليفه والبتات؟ نعم انا بدي، ولا انا بدي اعرف. يلا طيب تعالوا معاي. اوبا، تعالوا خليني انا اعرفكم من وين بجيب هذول البتات، وبدي اعرفكم على اصدقاء البطوطات الاربعه. هيا بنا. وبعد قليل هذا ما حصل. واو واو واو، هينا وصلنا على المكان المستهدف. انتوا دائما بتتسألوا وبتسألوني انا من وين بجيب حيواناتي الأليفة. اول اشي بدي اعرفكوا على بطاطاتي، هاي اربع بطات وراي. يا حبيبي شو هذا المكان؟ انا هاي معاي حيوان أليف اللي هو الكلب، وكمان اشي وانا كمان مثل كركور تماما. انا هيني وصلت على هذا المكان. هذا المكان اذا عجبهم المتابعين رح نسوي السلسلة كاملة متكاملة عن الحيوانات الاليفة. يا سلام، انا متحمسة. وانا كمان متحمسة. يلا بدي اعرفكم انا عن جميع الحيوانات الاليفة. شايفين هذولا البيض الاسود اللي انا بمر من يعني من جنبيه؟ نعم، ايش هذا؟ هذول البيضات انا لساتني مش فاتح ومش معدي المراحل تبعتهم. انا بس ماشي واحد اثنين. هذول البيضتين احنا لازم نجمع اموال كتير كتير. وايش بيسووا اصدقاء كل بتات؟ انتو الحيوانات كل اليفة بتجمع لكم فلوس. اوه، انا الان بدأت افهم ليش ما كنت تخبي من قبل. هيا كفهمت يا صديقي كركور. زي هيك بتجمع بتجمع بتجمع، وبعديها بتركض بتركض. انا معي الان 12,000 كوينز بتيجي هون، وبعديها بتفتح هذه البيضة وبتشوف ايش بداخلها. طلع لي البوني، هذا البوني الارنب سيء كتير كتير، اما بطاطي هذا اللي وراي يعني جيدات جدا 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 جدا. واليوم رح نحاول احنا نجمع اكبر قدر من الاموال، يعني كل ما تمشي شوي بتفتح لكم منطقة. انا هيني انا واصل لهاي المنطقة لاني انا محترف في هاي الشغلات. طلعوا اصدقائي بيساعدوني في تكسير الاموال، وبروح على المنطقة الثالثة الرابعة الخامسة، وهيك بضلني اسوي هاي الشغلات. يا حبيبي انت معدي في هاي اللعبة، انت قوي جدا 100%. وانتو كمان بتساعدوا اصدقائكو الحيوانات الاليفة زي هيك، وهم كمان بيساعدوكو. طبعا مش فقط انتو بتساعدوهم، يعني بتضلكو هون وبتساعدوهم. يا سلام، والله ايش حلو. نعم، ويلا الان خليني انا اجمع 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 عشان اسوي افضل بتات وافضل حيوانات اليفة بالعالم. يلا
ليتس جو. شوفوا شوفوا شوفوا، هيني انا جالس باخذ كمية اموال كبيرة، معاي 23,000، صار معاي 25,000، والان بقدر انا افتح المنطقة الخامسة، اريا 5. هذه الاريا كبيرة جدا جدا، وبصراحة انا الان بعرف شو بدي اسوي. هاي انت سريع كتير كتير، هد علينا يا معلم. انا يا كركور ثواني ورجع لكم، بدي اجيب بتات افضل من البطات تبعوني هذولا. شوفوا كم انا باخذ، هيني الماس دايموند، ايوه هذا هو الكلام. يا حبيبي والله هذا يا غيلي شكله بده يحطنا في جيبته. والله هذا غريب اتوار يا كركور. والله بس هيني انا قاعد بعد بعد بعدي. يلا خليني انا الان اكسر هاي بتاتي ضعيفات كتير كتير. انا بعرف الان بعد ما اجمع بعرف شو بدي اسوي. يلا يلا جمع لي من هون، اعطيني هذولا، واي كمان، ايوه ايوه شوي شوي الوضع بصير 100% ممتازة. هاي زاريور انت سريعة كتير كتير. هاي ليلي انا بدي اجمع 20,000 وبعديها بنتفاهم كويسة. ايوه 22، واحد طماع الواحد، يعني اليوم رح نشوف احنا كم رح نجيب حيوانات أليفة. فبتسوي زي هيك، بتسوي تيليبورت، وابا بترجعني على البداية، وهيك بقدر اني اسوي انلوك زي هيك، اعطي بقدر اني اشتري كل اشي كل اشي كل اشي. فخليني انا افتح هذول كلياتهم. ايش في هون على الريورد؟ بيقدروا يعطوني شغلات يعني ثمين كتير كتير. هذا البيت سعره 6,000. فيلا خليني انا اطلع هذا. نحل بي، يا سلام، هي يعني اسوأ اشي موجود هون. دا حاول اني اطلع اشي افضل. تركي، هذا يعني يعني جيد شوي. يا رب يطلع لي مش تركي ولا البي، يطلع لي اشي قوي اللي هو اخر واحد هذا المدرب. خليني خلص فلوسي، بس عادي عادي انا زي هيك بشوف كل البتات تبعوني. ايوه ممتاز ممتاز، هي في هون بوشنات سرعة. واو هيك بصير انا اسرع يعني ولا كيف؟ والله ماني فاهم، بس يلا خليني اركض انا اشوف الوضع هون. وانا قاعد بركض هذا طلع، والله هذا اقوى بملايين المرات. بس يلا عادي عادي ما في اي مشكلة، هوني اشياء جالس انا بتعلم. هاي انت بتتكبر علينا، يعني انت صرت؟ لا انا ما بتكبر عليك ولا اي اشي. يلا شكرا لك كتير يا كركور. هاي لا تسرق مني الممتلكات تبعتي، بلاش اكسر لك راسك تكسير. لا 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 ما بسرق منك. طلع بالذات كيف صاروا قويين، شايف كيف بيساعدوني الان. يا حبيبي ايش هذا اللي قاعد بشوفه انا حاليا؟ وضعك يا زعرور جدا اسطوري يا حبيبي على اللي قاعد بصير. نعم لسه انت ما شفت اي اشي. ايوه ايوه فلوس فلوس فلوس، هيني انا رح اروح على الاريا 6. يا حبيبي والله رح اسويها. هي والله انت سريعة كتير كتير يا زعرور. طبعا 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 يا ليلي، يلا على اللي بعده. يلا بام يس. لا ما بدي اشتري انا بروبوكس، هذول دائما بنصبوا علي وبتهبلوا علي. فيلا اصدقائي الحيوانات الاليفة جيبوا لي الفلوس. جيبوا لي الفلوس انت بتحكي لي؟ والله لا خليك انت الان تضحك على نفسك. كم انت عشان تدخل على الارينا اللي بعدها؟ لازمني كمان 100,000 كوين. انا رح اجمعهم ورح اظبطهم. يلا بتاتي التركي، يلا يا حبيباتي خليني انا اسوي زيك كده اوصل 80,000 واروح اشتري كمان بتاتي. هي انت بتكون هيك بتتهبل علينا. انا كمان والله الوضع هون جدا جدا غريب وعجيب. فخليني انا اجمع هدول الفلوس وبعدين اسوي تيليبورت. بام يا
يا سلام، ايوه هو ده كلام. خلينا اسوي انلوك. ايوه ممتاز، اوه هيك الوضع صار اخطر بكثير. خلينا افتح هذا واشوف الوضع. لا ما هذا اندر اشي 3%. والله حظي بقولكوا حظ اسطوري. وهي الكات، يلا يلا خلينا نشوف الان. وهي البيجي كلهم افضل من اللي قبل. خلينا اطلع كمان واحد. ايوه 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 هذا هو الكلام. خلينا اشوف البتات. 90 90 90 ايش مكتوب هون؟ اوه خليني انا اسوي زي هيك واسوي ياس. طلعوا هون، انتوا بتختاروا الاشياء اللي انتوا بدكوا اياها. ايوه هيني انا اخترت، ما بقدر اني ازيد كمان بتات. والله العظيم ظلم، ما بقدر ما بقدر ما بقدر. خلينا اسوي اكسبنسيف شوب، ما في اي شيء. هاي انت رح تضلك فاشل الى الابد. انا بحكي تحترم نفسك احسن. طيب لا 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 انا ما رح احترم نفسي، بدي اشوف كركور وين هو موجود. خليني انا بسرعه اركض. شوفوا 1 2 3. واو هيا كركور يا حبيبي، بتاتك هيهم خلصوا لي المنطقة. هاي بعد بعد بعد، انا ما بدي ابعد، انا بتاتي دي يعني بياكلوا كل هذا المكان. بتاتا بتاتك انت، روح 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 احسن لك. هذا بتكبر علي، انا خلاص لازم اروح على الاريا 7 اروح عشان انا ابعد عنهم هذول الفاشلين. ايوه ممتاز زيني، انا جمعت سعره وبام يا سلام. ايوه هو ده الكلام. هيك انا لازم اجيب كمان 400 ألف. انتوا يا متابعين لازم تنصحوني تحت التعليقات، تحكولي ايش افضل البتاتة عشان انا اجيبها واعرف اختارها وهيك الشغلات هاي. هي ولا المتابعين افضل منك بملايين المرات يا زعرور؟ بحكي انك ما تتهبل علي يا ليلي. يلا خلينا انا اضبط هون، جمع فلوس فلوس. ايوه هون هون، يلا يلا بسرعه بسرعه، مجمع على اليمين وعلى اليسار. هاي ايش بتهبل علي؟ يلا انا لازم اني اكون اسرع من هيك بكثير. 1 2 3 شوف السرعه. ويك انا بكون جمعت 400 ألف بوينت واجيت على الاريا 8. واو ايش في هون؟ استنى استنى شوي، ايش سكة الذهب هاي اللي موجودة هون؟ انا كيف بدي اجيبها ان شاء الله؟ انا مش عارف ابدا ابدا، فانا رح اضلني اجمع انا بوينت كوينز عشان بس اعرف انا كيف بدي اجيبها. معقول مليون يعني عملة يسوولي صاكة من الذهب زي هاي اللي طالبيني منها؟ انا مش عارف ابدا ابدا. هاي انت سريع كتير، كيف اكد انت ليش بتلعب قبلينا؟ ليش انت بتتهبل علينا؟ لا انا ما بتهبل عليك. هاي كم رح تعطيني؟ هاي انا باخذ كتير كتير فلوس. اعطيني من هاي من هاي. هاي يلا لازم الواحد يركز الان، لان انا اقتربت منك كتير يا زعرور. هاي انا بحكي انك تحترمي حالك يا ليلي. ايوه خلاص خلينا اسوي الريورد زي هيك. اوه كليكت مور، هيني باخذ شغلات كتير كتير حاليا انا، وبصير اسرع بملايين المرات. يا سلام 600 ألف، انا بعرف شو بدي اسوي حاليا. خليني انا انطلق على هذا المكان وبعدين اركض 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 اركض، وتعال هون افتح هاي ويلا اشتري بتات كتير كتير كتير. خليني انا اشوف الوضع هون. كاو افضل من هدول الموجودين هون؟ لا والله شكلهم مش افضل. يلا عادي بدي اضلني احاول عبين ما يطلع لي غير الكاو، لانه الكاو هي اكبر نسبة انها تطلع لي. رح اضلني احاول حاول حاول حاول. لو تضلك تحاول لبكرة ما رح تطلع لك الا البقرة يا بقرة. لا 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 ما رح تطلع لي البقرة يا حبيبي، انا بدي اشي غير البقرة. ايوه لا هيك تزودوها كتير، البقرة سيئة لهذه الدرجة. يلا 45 ألف بوينت كوين هي المشكلة.
معقول ولا اي حيوان اليف غير البقرة؟ انا ما بدي بقى. ليدي باج، هذه الخنفسة رائعة جدا جدا. والله حظك جميل، انت حظك جميل. والله حظي جميل، هاي 3% بس هدول زي هيك. هي البقرات 12 بقرة انا عندي. واو والله الوضع اسطوري، بس هيك انا كيف بدي اعرف انا هاي؟ انا ما بعرف كيف اقوى وكيف هذا، لازم المتابعين هم اللي يعلموني. هاي بعلموك المتابعين، بس مش الان، مش الان. ليش مش الان؟ خليني اشوف هيك الوضع هون، اعطيني اياها. يس، طب هيك بزيلي اياها. ايوه هي زلت، هاي حطي لي من هاي وكمان من هاي وكمان من هاي، وهيك بصير الوضع اسطوري خرافي من جميع الاشكال والالوان. وهيك صار عندي انا بورد، هذا يعني اللوح التزلج، بصير اسرع من يعني اسرع من اسرع واحد بالعالم. هاي بتعرف انا باي مرحله؟ بتعرف ولا لا؟ هيني هيني انا وراك، هيني انا هوني. طلع زعرير، انا بعيد عنك بوحده فقط. والله ليلي بعيد عني بوحده فقط. والله مصيبه مصيبه مصيبه. اعطيني البوشن، وين هذا؟ اعطيني من هذا ومن هذا ومن هذا. ايوه بصير اسرع بكثير. شيل لي انا بدي اظني اتعذب هون. خليني اسيل هاي. هيني انا اجيت. يا حبيبي والله ليلي وصلت يا حبيبي. يلا يلا جمع جمع، اعطيني هاي. يلا انا رح اروح من هون، انت استني ثواني. هاي انتوا ليش مع بعض؟ ليش انتوا تاركيني لوحدي؟ هاي احنا رح نتركك لوحدك، هدفي اليوم اني اخلص 10 مراحل. تخيلوا. يعني انت بدك تخلص 9 وبعديها الاريا 10. واذا بدهم المتابعين ان نمشي بالحيوانات الاليفة اكثر واكثر واكثر، شو لازم يسووا؟ لازم يشتركوا بهاي القناة باسرع سرعة ممكنة، وينشروا هذا المقطع لكل اصدقائهم 100%. يلا يلا يا بتاتي، مش ضايل الا 200,000. اكسر اللي هاي. ايوه بوينت بوينت بوينت. هاي انت دائما بتنصب علي وبتتهبل علي. هاي خلاص يا ليلي، لا تتهبلي علي. هاي خلاص 1,000,000. ايوه افتحوا لهذا المكان الان. 2,500,000. اتخيلوا قديش انا لازم اني اتعب. فيلا السرعة القصوى، ما عندي حل الا هذا الحل. شو هذول الكتب؟ بقدر اني انا اشتري كتب، وهذول الكتب انا ما بعرف شو بيسووا، فلازم الكل يعني يساعدوا اخوهم وصديقهم زعرور، لازم يحكوا لي ايش هذه بتسوي. فيلا خليني اكسر هاي واشوف شو اللي راح يصير. 350,000 قوتها. يلا كسر كسر كسر. يلا 5 4 3 2 1. وال 4 صكوك من الاموال. وين خلصنا تحدينا اليوم؟ ايوه ايوه. واو ستة هاي بدها، شوفوا هاي الاشياء ما اقواها. الان احنا رح نختم يعني مهمتنا اليوم. احكي لكم بايش بايش بدي اروح انا اشتري افضل البتات الموجودة بهذا العالم. معي 1,750,000 و8,800,000 بوينت. فانا بسوي زي هيك تيليبورت، اقذفني بام. هيني انا اجيت على هذا المكان، هيني انا راح افتح هون. اعطيني الانلوك. يا سلام 350,000 الوحدة. يلا راح احاول. ايوه هاي الاولى، يا رب تطلع لي اشياء قوية. فلاي هذه رائعة جدا. يلا بلاتي بوس، خليني انا افتح هاي كمان. طلع لي هذا. هاي هاي اخر محاولة لك. نعم بعرف. هاي طلع لي من هذول كلياتهم، فانا بسوي زي هيك وبروح على البتات وباخذ من هاي.
لازم اشيل هاي وهاي وباخذ من هاي وباخذ من هاي. يا سلام، هيوم صاروا عند بتات جديده كليانا. يلا يا ليلي، يلا كركور تعالوا معاي. ايش هذا الفي اي بي اونلي؟ في طلع مكان للفي اي بي ما كنت انا بعرفه ابدا ابدا ابدا. لازم المتابعين يفرجوا. طلعوا هذا كم من بيت عنده. وال هذا عنده بلاوي البلاوي. اذا بدكم احنا نجي هون سعرها 400 روبوكس، انا معاي عادي بقدر اني اشتريها حاليا، لكن لازم المتابعين يوافقوا ينشروا هذا المقطع لكل اصدقائهم. فيلا يا ليلي، يلا يا كركور، يلا يا جميع تعالوا الان نروح على المنزل. يلا يلا هيا بينا. وبعد العودة الى المدينة هذا ما حصل. ياه عدنا الى اصدقاء الحيوانات الاليفة، الكلب والقطة والحلزون كمان. والله هذيك المدينة جميلة جدا جدا، مليئة بالحيوانات الاليفة. نعم، لكن انا دائما برجع لعند هذولا حيوانات الاليفة مثل الباندا والقطة وهذولا الشغلات. ويلا انا الان بدي ادخل على هذا المنزل وبدي اروح اتابع التلفاز، بدي اتابع القط والكلب. يا سلام، ايوه هو ده كلام.